كيف حالكم طلابك يا جزاز؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، وصحة وسعادة. يلا رح نبلش اليوم بحصتنا. اليوم يا كيجي عندنا حرف جديد، طبعا قبل ما نبلش بالحرف الجديد لازم نعمل مراجعة على الحروف اللي أخذناها. يلا خليكم معي يا كيجي على السبورة، عملكم مراجعة ونستذكر مع بعض الحروف اللي أخذناها في الأيام السابقة. كل الحروف اللي أخذناها أول بفصل هون. طبعا معي أنا بكتب الحروف يا كي جي وإحنا بنستذكرهم مع بعض قراءة وكتابة، أوكي؟ أخذنا مع بعض مد الألف صوته آ، مد الواو صوته أو، مد الياء هذول حكينا حروف المد الطويل آ و إي. وكمان يا كيجي الحركات القصيرة فتحة صوتها أ، ضمة صوتها أو، كسرة صوتها إي. طبعا الحركات القصيرة الفتحة بنت الألف، الضمة بنت الواو، والكسرة بنت الياء. وأخذنا كمان حركة السكون وحكينا السكون يا كيجي بتكون خلي الحروف صوتها ساكن، وأخذنا حركة الشدة وحكينا الشدة بتخلي الحرف مشدود وبنحكي صوت الحرف مرتين في الكلام. يعني الشدة على الحرف بيكون صوت الحرف ماذا يا كيجي؟ بيكون صوت الحرف مشدود، يعني صوت الحرف بنحكي مرتين، أوكي؟ نحكي صوت الحرف مرتين. أخذنا حرف الباء صوته إب، حرف التاء صوته إب، حرف الثاء صوته إف، حرف الجيم صوته إج، حرف الحاء صوته إح، حرف الخاء صوته إخ، حرف اللام صوته إل، حرف الميم صوته إم، حرف النون صوته إن، حرف السين صوته إس، حرف الشين صوته إش. طبعا كيجي لازم نركز على الصوت، إحنا بنركز على الصوت تمام؟ لأن الصوت هو المهم أكثر من الاسم. أخذنا حرف كمان الدال صوته إن، حرف الزاي صوته إن، حرف الراء صوته إر، حرف الياء صوته إي. أخذناه كده أكتبته فوق. كمان أخذنا حرف العين صوته إع، حرف الغين صوته إخ، وأخذنا كمان يا كيجي حرف الهاء صوته إح، حرف الفاء صوته إف، وأخذنا كمان شو ضايع عندنا حروف كيجي؟ ما كتبناهم على السبورة، كل الحروف تقريبا اللي أخذناهم كتبناهم على السبورة. حرف الهمزة صوته آ. طيب هاي مراجعة بسيطة للحروف عشان كل ما راح ناخذ حرف جديد رح نعمل مراجعة عشان ما ننسى. طبعا بدنا نودع الحروف، بعد ما عملنا مراجعة بدنا نودع الحروف اللي بتستقبل حرف جديد، حرف اليوم حرف كثير حلو وكثير سهل. اليوم رح ناخذ يا كيجي مع بعض حرف الكاف. حرفنا الجديد هو حرف الكاف صوته إك، حرف الكاف صوته إك. خلينا نرحب مع بعض بحرف الكاف. أهلا وسهلا بحرف الكاف، أهلا وسهلا بحرف الكاف، حرفنا الجديد صوته إك 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 إك. كمان مرة، أهلا وسهلا بحرف الكاف. شو اسم حرفنا الجديد؟ حرف الكاف صوته إك إك إك. طيب خلينا نحكي مع بعض قصة حرف الكاف، نتعرف مع بعض على قصة حرف الكاف. جاهزين نسمع قصة حرف الكاف؟ يلا يا حلوين.
كان يا مكان قديم الزمان، كان في عندنا بنوتة حلوة كثير كثير. هاي البنوتة اسمها كندا. شو اسمها يا كيجي؟ كندا. خلينا نكتب اسمها بطريقة أوضح. اسمها كندا، تمام؟ كندا إلها أخو اسمه كمال. هذا أخوها اسمه كمال. كندا وكمال كان عندهم كوخ صغير في الغابة، وهذا الكوخ يا كيجي شوفوا ما أحلى، بنوه في الغابة. ليش بنوه في الغابة؟ علشان كل ما حبوا يروحوا على الغابة يكون لهم بيت وكوخ صغير يسكنوا فيه، ولما يحبوا يروحوا يغيروا جو في الغابة يكون لهم كوخ صغير يجلسوا فيه ويناموا فيه وياكلوا فيه. طبعا سبع يا كندا وكمان كانوا يروحوا يحبوا على يحبوا يروحوا للغابة لأنه كان في حيوانات يحبوها كثير. كندا كان لها في الغابة جنب الكوخ كان في ديك صغير. هذا الديك يا كيجي كان صاحب مين؟ كندا. كانت كندا تحب الزورة، وكل ما أجت الزورة كانت تجيب له معها حبوب لأنه الديك بيحب ياكل الحبوب كثير كثير. وكان في عندنا كتكوت صغير أيضا في جنب الكوخ. كانت سلمى كندا كل ما تكون عند الكوخ يكون الكتكوت يستنى فيها، هذا الكتكوت الصغير يستنى فيها، تمام؟ وكمان جنب الكوخ كان في عندنا بحيرة صغيرة كان عايش فيها سمك، سمك لونه ألوانه حلوة. طلعوا لك يجع السمك، هاي صورة سمك فيها سمك ألوانه حلوة أحمر وأزرق وأخضر، ألوان كتير حلوة. طبعا مين كانوا أصحاب كندا؟ كندا كانت أصحابها الديك والسمك والكتكوت. كانت دائما كل ما تروح على الكوخ تجيب حبوب للديك وتجيب حبوب للكتكوت الصغير، وكمان طعم السمكات الموجودات في البحيرة. لكن كمان كان يحب يقرأ الكتب كتير كتير، فدائما كمان معاه كتب وقصص يقرأها. وكان له صديق الكلب، الكلب كان صديق كلب كمان، وكل ما يروح وهذا الكلب كان موجود في الكوخ بحب يعمل على حراسة الكوخ. فكمان كل ما كان يجي يزور الكوخ كان الكلب يقعد جنبه ويقعد كمان يمسك الكتاب ويصير يقرأ للكلب قصص حلوة. طبعا يا كيجي الكلمات اللي احنا قرأناها في القصة فيها حرف الكاف. خلينا نطلع وندور على حرف الكاف في الكلمات. نسيت احكي لكم يا كيجي انه كمان كندا كان يحب ياكل الكرز، وكمان يحب الكوسه. دائما كان يطلب من امه تعمل له كوسه لانه هو بيحب ياكل الكوسه، لكن كندا بتحب الكرز، الكرز احسن من الكوسه، تمام؟ هلا يا كيجي يا حلوين يا شطار بدنا ندور على حرف الكاف. حرف من جديد. طبعا حرف الكاف له اشكال، له شكلين مختلفات عن بعض، واحنا لازم نميز حرف الكاف ونميز اشكال حرف الكاف علشان نقدر نقرا الكلمات. ممكن يجي حرف الكاف في اول الكلمه، وممكن يجي في وسط الكلمه، وممكن يجي في اخر الكلمه، مرات متصل ومرات منفصل. علشان احنا نكتشف اشكال حرف الكاف لازم احنا ندور على حرف الكاف في الكلمه. في عندي اول صوره كلمه كرز، كرز، كرز. حرف الكاف جاء في أول الكلمة. طلعوا يا كيجي على شكل حرف الكاف في أول الكلمة، بيشبه حرف الإنجليش الزد بس معقول صح؟ حرف الزد بالإنجليش بيشبه صح، لكن الكاف معكوسة. بس إحنا بدنا نميز حرف الكاف عن الزد عشان لما نكتبه نكتبه بالطريقة. حرف الكاف في كلمة كرز جاء في أول الكلمة. كلمة كوسة، كوسة. انظر يا كيجي حرف الكاف جاء أيضا في أول الكلمة. إذا حرف الكاف في أول الكلمة شكله زي شكل الزجزاج، أوكي؟ حتى رح نتدرب مع بعض على أشكال حرف الكاف. خلينا ننزل لتحت شوي ونشوف الكلمات الموجودة أيضا فيها حرف الكاف. عندنا كلمة سمك، سمك جاء
حرف الكاف في آخر الكلمة متصل ما بين. حرف الكاف في آخر كلمة سمك. أيضا كلمة كوخ، كوخ جاء حرف الكاف في أول الكلمة. اسم كندا جاء حرف الكاف في أول الكلمة. أيضا ديك، ديك حرف الكاف آخر الكلمة متصل، متصل يعني ما تفيده. في عندنا أيضا كلمة كلب، كلب جاء حرف الكاف في أول الكلمة. أيضا اسم كمال، كمال جاء حرف الكاف في أول الكلمة بمتصل. كلمة كتكوت يا كيجي حرف الكاف. عندنا حرف الكاف يا كيجي، عندنا حرفين. خلينا نكتب كلمة كتكوت بطريقة أوضح، بطريقة واضحة. عندنا كلمة كتكوت، كلمة كتكوت. وين حرف الكاف يا كيجي؟ عندي حرفين للكاف، كاف في أول الكلمة وكاف في وسط الكلمة. إذا عندنا كافين، خلينا نتدرب على كتابة حرف الكاف. ننتبه مع بعض ونشوف أشكال حرف الكاف. طبعا يا كيجي جهز البورد عندك وجهز قلمك، عشان أنا وياك راح نكتب حرف الكاف وأشكال حرف الكاف. يلا مع بعض. أول شيء راح نعمل السطر، لأنه إحنا بنكتب على السطر، بنكتب على السطر. يلا جهزوا لي القلم تاعكم عشان نكتب سوا أشكال حرف الكاف. عندنا حرف الكاف في أول الكلمة بمد إيده في أول الكلمة. دائما أي حرف ناخذه في أول الكلمة لازم يمد إيده. كيف إحنا بنكتب حرف الكاف في أول الكلمة؟ جهز قلمك يا كيجي عشان تبلش تكتب معي حرف الكاف، أوكي؟ نتدرب على كتابة حرف الكاف. عندنا هذا السطر نكتب عليه جميع الحروف، طبعا إحنا ما بصير نكتب غير على السطر، ولازم يكون خط مرتب. راح أرفع إيدي لفوق، شوفوا في مسافة، راح آخذ مسافة منيحة وأحط نقطة، مسافة هالقد، ارفع إيدك هالقد عن السطر، أوكي؟ طبعا لما نحط النقطة، النقطة بتساعدني في كتابة الحروف على السطر. بنزل خط، الخط لازم يكون هيك، مايل، مايل لتحت. بنزل خط مايل وبمضيق، برجع بعمل خط ثاني مايل. بالعكس وبمد ايده على الصدر. هاي حرف الكاف في اول الكلمه، كمان نقطه ونكتب حرف الكاف. نعمل خط مايل وبرجع بعمل خط ثاني مايل. شوفوا ممكن زيتون بالتمساح هيك، يعني انا خط هيك وخط هيك، زيتون بالتمساح يا كيجي. حرف الكاف بدي اعمل خط مايل هيك وخط مايل هيك، اوكي؟ وبمد ايده على الصدر. هاي عندي حرف الكاف في أول الكلمة. خليني أعملها مرة، راح أرسم ثم التمساح يا كيجي علشان ما أخرب. بنزل خط وبوقف، برجع بعمل خط معاكس للجهة الثانية وبمد إيده على الصدر. هاي حرف الكاف في أول الكلمة. الكل يحاول يكتب حرف الكاف يا كيجي. نقطة فوق الصدر بمسافة، بنزل خط مايل، برجع بكمل الخط للجهة المعاكس وبمد إيده على الصدر. حرف الكاف في أول الكلمة. طيب يا كيجي، في عندي الشكل الثاني من أشكال حرف الكاف في وسط الكلمة، نفس الشكل بس له إيدين، إيد من الجهة الأولى وإيد من الجهة الثانية. نقطة، بنزل خط، ومد إيدي على الخط الثاني، بعمل له إيد من هون وله إيد من الجهة الثانية. هاي الشكل الثاني من أشكال حرف الكاف في أول الكلمة، وله إيد من هون وله إيد من الجهة الثانية. كمان مرة. بنزل خط مايل، برجع بعمل خط ثاني، ومد ايده على الصدر من هون، ومد ايده على الصدر من هون، بمد ايديه من هون ومن هون، بكون ايده ايدين من الجهتين الثنتين. هذا الشكل الثاني من اشكال حرف الكاف. الكل يكتبوا يا كيجي معي، راح اعطيكم دقيقه عشان نكتب اشكال الشكل الثاني من اشكال حرف الكاف. اخر الكلمه متصل ومنفصل. هذول
الشكلين بيشبهوا بعض. وفي عندي شكل ثاني، شكلين ثانيات بيشبهوا بعض. يلا يا حبيبي ماكو دقيقة. حلوين يا أطفال، رح نكتب الشكلين اللي ضلوا من أشكال حرف الكاف. طبعاً رح أعمل مسافة وأحط نقطة، بعد مسافة وحطيت نقطة فوق، تمام؟ رح أنزل واحد على الصدر، بمد إيده وبطلع لفوق شوي صغير وأحط همزة جوا. هذا حرف الكاف في آخر الكلمة بس لازم ما تجيبه متصل. رح أكتبه كمان مرة، رح أكتبه كمان مرة. يلا يا حلوين، في عندي حرف الكاف في آخر الكلمة بحط نقطة، تمام؟ بعمل بنزل واحد على الصدر، بمد إيده على الصدر، بطلع لفوق صغير، شحط لفوق صغيرة، بحط له همزة وبعمل له إيد على الصدر. هاي حرف الكاف في آخر الكلمة متصل وشابك مع حروف أخرى، مثل كلمة سمن. حرف الكاف في آخر الكلمة يكون شكله هيك في كلمة سمن. لما يكون منفصل آخر الكلمة، لما يكون منفصل بيكون نفس الطريقة، نقطة فوق الصدر بطبي مسافة، ننزل واحد ومن إيده على الصدر ونطلع لفوق شحطة صغيرة وبنعمل له همزة بس ما بنعمل له إيه، هون بيكون وحيد. هاي الشكلين الثانيات من أشكال حرف الكاف. يلا يا بنات اكتبوهم عندكم على البورد وعلى السطر، يا ريت عشان نتدرب على كتابة أشكال حرف الكاف. يلا يا أطفال يا حلوين معكم دقيقة. برافو برافو يا أولادي الحلوين الشطورين. الآن شو رح نعمل في الجزء الثاني من الدرس؟ رح نقرأ حرف الكاف مع الحركات. هذا الجزء الثاني من الحرف، الجزء الثاني من أجزاء درسنا مقسوم إلى جزئين، أوكي؟ هلا نطلع مع بعض على أجزاء درسنا. هلا رح ناخذ الجزء الثاني من درسنا اللي هو حرف الكاف مع الحركات الطويلة والقصيرة. طبعا كل حرف ناخذه يا كيجي لازم نشبكه مع المدود الطويلة الآ والأول إي، ولازم كمان نقرأه مع الفتحة والضمة والكسرة علشان نشكل مقاطع، وهي المقاطع رح تساعدنا في تشكيل كلمات وقراءة كلمات. برافو يا كيجي، نطلع هون مع بعض. درسنا كثير سهل وبسيط اليوم، هو تحليقة لحرف الكاف. تعرفنا على أشكال حرف الكاف، هلا رح نتدرب على قراءة حرف الكاف مع الفتحة والضمة والكسرة والياء والنون، عشان إن شاء الله الحصة اللي بعدها رح نقرأ كلمات حرف الكاف ونحللها ونركب المقاطع ونشكل كلمات فيها حرف الكاف. طبعا كل الحروف اللي بتنولد بتكون على راسها سكون، بتكون ساكنة. حرف الكاف ساكن على راسه سكون، إك 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 ساكن. طبعا بتيجي الفتحة والضمة والكسرة اللي صوتهم مختلف، الفتحة صوتها آ أه أه أه، والضمة صوتها أو أو أو، والكسرة صوتها إي إي إي. رح يجوا يلعبوا مع الحرف الجديد، الفتحة بتجلس على راس الحرف وبتفتح صوته، إكو فتحة ك
كاف. يلا مع بعض اقرأوا معي. إكو فتحة ك، إكو فتحة ك، إكو فتحة ك، ك ك ك. براو. إكو ضمة ك، ك ك ك. براو. إكو كسرة ك، ك ك ك. إكو فتحة ك، ك ك ك. إكو ضمة ك، ك ك ك. إكو كسرة ك، ك ك. براو. الآن رح نقرأ حرف الكاف مع الآو. إكو آ كا، إكو أو كو، إكو إي كي. يلا الآن اقرأوا معي كمان مرة يا كيجي. إك، شوفوا أنا حاطط أشياء عليه اقرأوا طبعا. إك 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 كا 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 كا. كو كو. كي 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 كي. في عندي هون يا كيجي كلمات فيها حرف الكاف مع النون. في عندنا كا كاس، كا كاس. كو 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 كو. كيس كيس كيس. طبعا تيجي اكو اي ممكن تيجي يا على هذا الشكل، وممكن حرف الكاف يجي مع يا مادي. تمام. في عندنا كيس اكو اي كيس كيس. كو كو. كا كاس كاميرا. كا كاس. كو كيس. برافو. هلا كمان راح يجهز لي قلمه علشان نكتب حرف الكاف مع المقاطع الطويله والقصيره. طبعا هذا راح يكون واجب. اوكي، الواجب عندك على الدفتر. كيجي اللي معاه الكتاب راح يكون واجبنا على الكتاب الغير ملون. هجيكم هلا صوره من الكتاب اللي قبل ما نبلش نكتب. اوكي، هلا في عندي هذا الكتاب راح يكون الكتاب غير ملون. تمام. صفحه راح يكون 65. في عندي هذا التمرين، هذا التمرين لاشكال حرف الكاف اللي اخذناها اليوم. اللي عنده الكتاب واستلم الكتاب اخذ الكتاب من المدرسه واكتب لي هذا التمرين مع الصفحه اللي بعده. تيجي هون عندنا حرف الكاف، بدنا نلون حرف الكاف بالشكل، يعني الشكل العادي والشكل المد ايده. راح نكتب الشكلين هون، وهون شو راح نعمل؟ راح نلون حرف الكاف. وين حرف الكاف بنلونه؟ ندور على الكلمات اللي بتحتوي على حرف الكاف ونوصلها مع الكاف. وهون في عندنا كيس وصندوق. كيس بلشت بحرف الكاف مكتوبه، والصندوق بلشت بحرف الصاد اللي اخذناه ومكتوبه. تمام يا كيجي؟ هذا واجب اليوم حصتنا بهذا اليوم. طبعا الواجب الثاني راح يكون على الدفتر، راح تكتبوا حرف الكاف مع الاشكال. اكو فتحه ك، اكو ا ك، اكو ضمه ك، اكو او ك، اكو كسره يجي. هذا واجب، راح يكون واجب على الدفتر. تمام. نتدرب على قراءة مع كتابة. تقرأ المقطع وتكتبه يا كيجي على الدفتر. تمام. والواجب الثاني راح يكون على الكتاب. اللي ما معاه كتاب راح يكتب على الدفتر. تمام. هلا كمان شوي، يعني الواجب بعد ما نخلص الحصة، هلا اكتبوا لي على البورد، اكتبوا معاه بورد المقاطع هذول وبعطيكم الاياه. يلا يا حلوين، قبل ما نقرا كم كلمه في حرف الكاف.
يلا كيجي هلا في عندي هون كتبت لكم مجموعه من الكلمات راح نقراها مع بعض. يلا كوني انت معي عشان نقرا مع بعض هذول الكلمات. راح اقرب لكم اكثر عشان تشوفوا بطريقه افضل. طب طلعوا علي كيجي راح نتدرب على قراءه هذول الكلمات طبعا عشان نكون احنا اخذنا حرف الكاف بشكل كامل. اول كلمه راح اتهجاها انا وراح تقراوا معي. طبعا كل واحد راح يتهجى معي هاي الكلمه. راح نتعلم قراءه الكلمات بطريقه سليمه تمام. اكو فتحه بتهجاها ببطني بعدين بحكي صوتها. اكو فتحه كا ابو ا با كا با بو. شو صارت الكلمه؟ كا بابو كبابو. شو صارت الكلمة؟ كبابو. برافو. كبابو كبابو. هذه هاي الكلمة كثير سهلة. إك و آ كا و إس كا و إس كاس كا و إس كاس. برافو. نقرأ الكلمة اللي بعدها. إك و أو كو و إب كو و إب كوب. برافو. كلمة كوب. اكو ضمي عندنا هون مقطع ساكن. اكو ضمي كو وار بحكي صوت الاك مع الضمي مع الراء هذول مع بعض. كو وار كر كر سي كر سي. كلمة كرسي. برافو. خلينا نشوف الكلمة اللي بعدها. اكو فتحة ك كا إرو إي ري كا ري مو كا ري مو. كلمة كريمو. برافو. إكو أو كو إسو آ سا كو سا كو سا. كلمة كوسا. برافو. خلينا نشوف هذه الكلمة. يلا نركز. إكو فتحة كا 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 سو سو كا سو لو. كلمة كسولو. كلمة كسولو. إكو فتحة كا كا إكو فتحة كا إلو آ لا كا لا مو كا لا مو. صار عندنا كلمة كلام. برافو يا كيجي. اليوم أخذنا حرف الكاف وأشكال حرف الكاف. حرف الكاف مع الفتحة والضمة والكسرة والمقاطع. هيك بتكون أخذنا كل الأشياء اللي لازم نعرفها اليوم يا كيجي يا حلمين في حصتنا. طبعا الواجب راح أكد لكم عنه. هيك بنكون أخذنا حصتنا كاملة. إن شاء الله إجازة سعيدة وويك إند حلو تنبسطوا فيه. ونشوفكم إن شاء الله يوم الأحد في حصة جديدة. طبعا الواجب مطلوب منكم كتابة أشكال حرف الكاف وحرف الكاف مع الفتحة والضمة والكسرة على الدفاتر. واللي لسه ما أخذ كتبه بياخذهم يوم السبت ويوم السبت. أوكي كيجي؟ باي. ماشي يا قلبي. أنا بحبكم كثير كثير كثير. باي. باي باي. باي. أولادي الحلمين. باي. باي يا قلبي. يلا باي باي. باي يا روحي. باي. باي. Bye.